الاستثمار ولا التنمية بدون قضاء مستقل كفء منفتح متطوع. إن رأس مال الجبال والمجتمعات المعاصرة تبقى في حاجة إلى بنيات آمنة ملائمة مطمئنة للاستثمار، وهو لا ما لا يمكن تحقيقه دون فرض سيادة التطبيق العادل للقانون وإعطاء وعد قوي حقيقي بمبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة والتخليق ومحاربة الفساد وضمان الحقوق والحريات خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية. لا أحد يجادل اليوم أن قوة القضاء ونزاهته كواقع عملي يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي ويؤسس لفضاء آمن للاستثمار يضمن به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي وينتج آفاقاً كبيرة للتنمية البشرية في أبعادها المختلفة. وهي إهانات تزداد صعوبة في ظل هذا العالم الذي نعيش فيه تغييرات كبيرة في الأفكار والمفاهيم وتطوراً متسارعاً في الآليات وتعقداً في العلاقات والمعاملات بين الأفراد والمؤسسات والدول. رهانات تطالبنا جميعاً بكثير من النزاهة والكفاءة والجرأة والتعاون لمواجهة تأثيراتها وإيجاد إجابات واضحة عملية للتساؤلات المعقدة. أولاً يعني اليوم كان لقاء كبير ولقاء هام بالرسالة الملكية اللي فيها مضامين كبرى اللي فيها توجهات كبرى اللي أكدت على يعني أهمية القضاء كقاطرة للاستثمار. وبطبيعة الحال تم اختيار هذا الموضوع اليوم لأنه عندنا العدالة ارتباط كبير بالاستثمار في مفاهيمه العامة، أكيد أنه لا استثمار بدون هذا القضاء القوي، بدون هذا القضاء المستقل. ونحن على يقين بأن هذا المؤتمر سوف ينتج كافة المخرجات المتطلبة منه والتي تجعل من المغرب كنموذج كفضاء آمن للاستثمار وكنموذج للإصلاحات الكبرى التي يعرفها العالم، ماشي فقط غير في المجال العدالة. لدينا ما نفخر به في هذا الوطن، واليوم راه تيسر لنا أنه نبين هذا الشيء للمنتظم الدولي بهذا الحضور الكبير اللي هو رساله ثقه، رساله ثقه للبلاد، رساله ثقه من هذه الشخصيات الكبرى، وزراء، رؤساء اصوات قضائيه، رؤساء النيابات العامه، حاضرين معك هنايا تيشوفوا بالملموس يعني هذا الورش الكبير الذي يقوده جلالة الملك، لان نحن فخورين بهذه التجربه وبهذا العمل الكبير اللي امتحنا. اكيد هو اولا فرصه لخلق شراكات وتعاون مع الدول الحاضره معنا ومع التجارب الحاضره معنا، وثم ايضا هو اكيد غيخرج لنا توصيات هامه جدا اللي غادي تفيد جميع الدول المشاركه لانه جميع التجارب حاضره معنا اليوم. اليوم لم يعد مجال لاهدار الزمن القضائي، لا بد ان ينكب جميع المتدخلين بكل حزم وانضباط من اجل وضع حلول جديده مبتكره واقعيه من أجل مزيد من تقليص آجال البت وتنويع وتجميد الخدمات الإلكترونية وصولاً إلى المحاكم الرقمية الذكية الآمنة التي تكرس الثقة وتشجع على الاستثمار. إن الانتظارات الكبرى من خلال الاستثمار تتطلب منا تجديداً عميقاً في طرق التفكير وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والأمن والفرص التنموية وتعيق مبادرات الإصلاح وتكبل روح الإبداع. السيدات والسادة الأفاضل، إن القضاء اليوم كما يقال هو القانون في حالة حركة وحياة وقد